Walk it like I walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم يوسف بكري. النهاردة يا جماعة عندنا شرح مهم جدا جدا جدا. لو انت أول مرة تشوف قناتي ما تنساش تشترك على زرار سبسكرايب تحت وتضغط على زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلك إشعارات أو تنبيهات بكل فيديو شرح جديد بنزله على قناتي. أوكي، طبعا في مشكلة كبيرة جدا جدا بتواجه معظم الناس او مستخدمي ويندوز 10. ايه هي المشكلة دي؟ المشكلة دي ان ويندوز 10 زي ما انتوا عارفين هو اخر نسخة من الويندوز نزلت ومش هينزل بعدها، فشركة مايكروسوفت بتضطر انها بتنزل كل الابديت على النسخة دي، فكل شوية تلاقي النت بطيء على الويندوز وتلاقي ان كل شوية عمال يعمل ابديت وانت مش واخد بالك. فهنحل النهاردة المشكلة دي يا جماعة، نلغي الابديت تماما ونخلي النت سريع جدا على ويندوز 10. اوكي، اول حاجة هنعملها نيجي على السيرش من هنا all settings، تمام، ونكتب فوق هنا كده في السيرش services، هيطلع لك view local services، هتضغط عليها، تمام، هيفتح لك القائمة دي بالمنظر ده. هتنزل تدور على windows update، هتلاقي ويندوز ابديت عندك تحت كده زي ما انت شايف بالشكل دي، زي ما انت شايف. هنفتحها، هتلاقي عندك هنا الستارت اب تايب مانوال. هنعمل ايه؟ هنخليه disabled، نضغط على apply واوكي. ايه بقى اللي هيحصل لما انت تعمل كده؟ هتخليك لما تيجي تروح على settings بالمنظر ده، بعد كده update and security، تمام، هتلاقي عندك ان انت مش عارف تحدث خالص. تيجي تجرب تحدث هتلاقي التحديث متوقف نهائي. اوكي، تاني طريقة نوقف بيها التحديثات هي انك تروح على النوتيفيكيشنز تحت على اليمين خالص، بعد كده all settings، بعد كده هتيجي على windows update، تمام، بعد كده هتنزل على advanced options، بعد كده هتلاقي pause update، هتيجي عليها هتلاقيها off، هتعملها on. بس انا طبعا مش هينفع اعملها دلوقتي لانه بيقول لي updates have been resumed، يعني انا عملت اعادة update عشان كنت عايز احدث الويندوز، فمش هينفع الغيها دلوقتي. بس انت كواحد عامل ويندوز جديد هتيجي على pause update، هتروح ضغط عليها on، هيوقف لك الابديت لحد 35 يوم وبعد كده يرجع يعمل update تاني. نيجي نشوف هنا بقى retry، مش هيقدر يعمل، كل ما تقول له ريتراي مش هيقدر يعمل check for update. ده بسبب الحركة اللي احنا عملناها في الاول ولغينا بيها الابديتس على ويندوز 10. اوكي، ننتقل لتالت طريقة نوقف بيها التحديثات على ويندوز 10. تمام، هنعمل ايه؟ هتيجي على زرار الرن في الكيبورد، بعد كده حرف الار، تفتح لك قائمة الرن ونكتب gbedit.msc وتضغط اوكي. هيفتح لك الجروب بوليسي بتاعت الويندوز، تمام، هنيجي على نكبر بس سنة بسيطة كده، نكبر من هنا، هتلاقي كمبيوتر كونفيجريشن، هتضغط عليها، بعد كده ادمنستريتف تمبلتس، عفوا، تمام، نفتح القائمة بتاعتها، بعد كده هنيجي على ويندوز، تمام، نفتح القائمة بتاعتها، هتلاقي برضو كذلك تحت خالص حاجة اسمها Windows Update، اهي هتفتحها بالشكل ده كده، تلاقي عندك حاجة اسمها Configure Automatic Update، تفتحها بالمنظر ده كده، كليك يمين بعد كده Edit. هي مفروض انها تبقى عندك معمولة Not Configured، بس انت هتروح جاي عملها Enabled. بعد كده هتلاقي الخيارات دي، الخيار الاول ان هو يبعت لك نوتيفيكيشن ان احنا عندنا تحديث للويندوز بتاعك، هل ننزله ولا لا، وكذلك في التثبيت هيبعت لك نوتيفيكيشن هل نثبت ولا ما نثبتش، فده افضل حل. انت هتلاقيها معمولة اوتو داونلود، هتعمل على الخيار التاني، جيبها على الخيار الاولاني لان هو احسن خيار، بعد كده هتضغط على ابلاي، بعد كده
اوكي دلوقتي احنا عملنا طريقتين قفلنا بيهم التحديثات بشكل نهائي، واستحاله شركه مايكروسوفت تقدر تعمل تحديث بعد كده. بعد كده دلوقتي النت مفروض ان هو هيبقى بطيء سنه بسيطه. طب ليه هيبقى بطيء رغم ان انا وقفت كل التحديثات؟ هيبقى بطيء بسبب ان شركه مايكروسوفت عامله امكانيه، هتدخل على هنا كده، بص هتيجي تحت خالص على اليمين، بعد كده تضغط على النوتيفيكيشن، بعد كده اول سيتنجز، بعد كده هتيجي على ويندوز ابديت، بعد كده ادفانسد اوبشنز، بعد كده هتنزل تحت على delivery optimization، بعد كده هتلاقي allow downloads from other PCs. دي يعني امكانية شركة مايكروسوفت عاملاها، اللي هي بتاخد بتستهلك من النت بتاعك للشركة بتاعتهم او السيرفر بتاعهم، فتلاقي ان النت عندك بيقل، يعني دي مصالح. فانت مفروض تيجي عليها كده، هتلاقيها اوف، هتلاقي معمولة اون قصدي، هتروح عاملها اوف، تقفلها بس كده، وبكده هتلاحظ ان النت بقى اسرع من الاول بكتير. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Big tops of the town, big boy gang moves. Gang moves. I like to walk around with my chain loose. Chain, chain. She just bought a new ass but got the same boobs. Same boobs. Whipping up dope scientists. Whip it up, cook it up, cook it up. That's my sauce where you find it. That's my sauce when you look it up, find it. Add enough check.